دور المملكة العربية السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين أمير محمد بن سلمان لإبعاثهم مبعوث المملكة العربية السعودية وهو ممثل خادم الحرمين الشريفين لمفاوضات السلام سعادة السفير أحمد قطان الذي كان له دور كبير جدا في تغريب وجهة النظر بين الفرقاء، وهذا يعني غير مستغرب على المملكة العربية السعودية التي ظلت على الدوام تقف إلى جانب السودان شعبا وحكومة على طول حقب الفترات والحكومات التي تعاقبت على حكم السودان.